بتظن عندها فرصة؟ الموضوع صعب، عن جد صعب. بماضيها كان في مشكلة، وإذا اشتكى حدا من الطلاب منا والله ما رح تقدر تدرس بعد هلأ. خلينا نمشي أخي. تمام، أنا فهمت الموضوع، خلي ولي أمرك يجي وبنحكي، ما تتضايق وروح على صفك. يا أستاذ، يا أستاذ كمير، شو صاير؟ خير؟ المفتش. المفتش مين؟ المفتش، المفتشين إجوا على المدرسة. لعنا؟ لعنا على المدرسة يا أستاذ. خير إن شاء الله، ليش إجوا بدون ما يخبرونا؟ ما بعرف. اللي في شي مشكلة؟ ما بعرف. بسرعة بسرعة بسرعة. مو هيك؟ أساتذة أهلا وسهلا، شرفتونا بالمدرسة. أهلين فيه. أهلين حضرة المدير. أهلا وسهلا. خير إن شاء الله، عم تعملوا فحص روتيني؟ نحن وصلتنا شكوى مهمة وإجينا حتى نتأكد. فيني أسأل شو هي الشكوى؟ حضرتكم بشو عم تحققوا؟ جميل، أنا عم أحكي، أنا يلي بسأل هو. تمام، أنا بسأل ابني. بعتذر منك أستاذ. مدرستنا هي واحدة من أفضل المدارس، يعني حتى بسجلها ما في ولا أي مشكلة، يعني ما عنا شك حضرة المدير. لكان فيك تخبرني لو سمحت بشو بيتعلق الموضوع؟ خلينا نعمل شغلنا سيادة المدير. طيب على القليلة لمحلي شو القصة. انت لا تعذب حالك ابدا، نحن بدنا نحكي مع الطلاب بشكل عشوائي. فهمت، معناته انتو هلا بتروحوا على مكتبي، كمير خدهم هلا. وانا رح ابعتلكم افضل الطلاب عندي بالمدرسة حتى ما تعذبوا حالكم. ما في داعي، نحن رح نعمل الاجراءات اللازمة ونوضح لك. شكرا لك. اهلا وسهلا استاذ. الله يعطيك العافية. عن الله يعافيك. اهلا. كمين، نحن انتهينا، أكيد في شي ما بيطمن أبداً. الله يستر ويجيرنا يا أستاذ، الله يستر. تعال نشوف. شو صاير لآيلا؟ ليش المفتشين هون؟ أنا كمان ما بعرف، حتى سألته للمدير بس هن كمان ما خبروه. أنا كمان حاولت أسأل الطلاب بس هن ما قالوا ولا شيء. إذا هذا التفتيش جاي من الوزارة معناتها أكيد في تحقيق، حتى حرمان من المهنة. خبرني مين قدم الشكوى؟ هالشي مو مهم هلأ، نحن رجعنا لماضيكي ولقينا في شغلات كتير ما بتطمن بصراحة. مثل شو؟ من سنين انت حاولتي انك تنتحري. بس انا بتمنى انك ما تنكري هالشي، لانه هذا الشي مثبت عنا بوثائق قانونية. حدا فهمان شو عم يقول؟ الآن سعيلة جربت تنتحر من قبل. شو عم تقول؟ هلأ شو بده يصير؟ ليش شو ممكن يصير؟ انت كمان سبق وتعالجتي لفترة طويلة. أنا معك بكل هذا الشيء، بس ما بتوقع بيوم أني عكست هالشيء على تدريسي. أنسي آيلة،
نحن قابلنا مجموعة من الطلاب وحكينا معهم وكلهم بيحبوك. بس يا أنسي، في أهالي قدموا شكوى ضدك. تمام، يعني مين اللي قدم الشكوى؟ نحن ما فينا نقلك مع الأسف. أنسي أيلا، بحسب الشكوى رح يكون في تحقيقات. بخصوص شو؟ اسمعيني منيح، التدريس مهنة حساسة والشخص اللي بيشتغل فيها لازم يكون بيمتلك الكفاءة اللازمة، والقرار كان بآخر التحقيق هو. يعني ممكن أخسر شغلي؟ مع الأسف. مين هذا يلي قدم الشكوى؟ أكيد يلي عمل هيك قاصد يأذيها. بس هي أحسن أنسة بالمدرسة، ليش لحدا يعملوا هيك؟ مين بيعرف مين الحقود يلي عمل هيك؟ نحن لازم نساوي أي شيء. ما فينا نعمل شيء، هن مبلشوا بالتحقيق وعم يقولوا في تقارير كمان. ما فينا نعمل أي شيء غير إنه نستنى. انتو شو عم تعملوا؟ عم تتنصتوا على الباب؟ عيب عليكم. ما عندكم صف تروحوا عليه؟ احنا اجينا حتى نعرف وضع انستنا. تمام، انا بقلكم شو بيصير. يلا يلا روحوا على الصف هلا، تحركوا. يلا يا اولاد، يلا ابني، بدي حاكي كل واحد لحاله. لعمة. بالاذن منك. بالاذن منك. اذنكم معكم. تيكين، إن الرقم المطلوب مغلق وخارج نطاق التغطية حالياً. بالإذن منك حضرة المدير. يا جماعة ما بيصير هيك، تفضلوا نطلع لعندي على المكتب واطلب لكم قهوة كرمال واجبكم. إن شاء الله غير مرة. بالإذن منك. بالإذن حضرة المدير. إذنكم معكم، أهلا وسهلا. شرفتوا. يا هلا. أنسي أيلا، مرحبا. تفضل حضرة المدير. أنا آسف. كيفك هلا؟ الحمد لله. أكيد هنن قالوا لك المدة. إيه، خبروني. رح يفتحوا تحقيق. الوزارة واصلت شكوى جدية. تمام حضرة المدير، بس أنا برأيك عملت أي شيء سيء بهالمدرسة؟ أنت حكي لهم. بعرف، بس هنن دقيقين بهالموضوع. كيف بدي قلك يعني؟ تفضل. أنا آسف، بس أنا مضطر وقفك عن الشغل من هلأ حتى ينحل الموضوع. لا أستاذ، إذا بدي. شوفي، مكانك عنا رح يكون على طول جاهز لترجعي. بس أنا بدي إياكي تفهميني لو سمحتي، صار فيكي تروحي. طيب مثل ما بدك.